اهلا ومرحبا بكم بكل متابعين قناتنا الكرام. تحية كبيرة مني لكم والى كل متابعينا الجدد، نشكركم كثيرا كثيرا على دعمكم الينا. وان كنت متابع جديد عليك الاشتراك الان، وما تنساش تفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد نقدمه، وان شاء الله يعجبكم ما نقدمه، ولا تنسى عمل اللايك. نرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات، والشخص المناسب سوف نتواصل معه. عزباء، محترمة، جميلة، على دين وخلق، من عائلة محافظة، شرط بالارتباط برجل الذي ترتبط به أن يكون عقلاني، خلوق، متفاهم، متحدث، متحاور، طيب، يحتويها، يحقق لها ما تتمنى، هي مقتدرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وعمل لايك للفيديو، ونرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات، والشخص المناسب سوف نتواصل معه. هي مقتدرة ولا تكلفه أي مصاريف، رومانسية كتير، تحب الرياضة والمحافظة على جسمها الممشوق، هي جذابة كتير، تحب السفر والهدوء والورود، تعشق العطور. بدها شخص رومانسي، يحبها ويعشقها بمعنى الكلمة، أن تكون كل دنيته وأن يخاف الله فيها، جاد للارتباط. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وعمل لايك للفيديو. نرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات، والشخص المناسب سوف نتواصل معه. شكرا كتير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.